قلت الناس هذوما ما الدوال بريمي، فما ناس بريمي ويحبوا يرجعوا ما لا يدخلوا للشعب، كما الأدوية بالضبط اللي انتهت مدة صلاحيتها، ولا بعض الأغذية اللي انتهت مدة صلاحيتها، هم انتهت أيضا مدة صلاحيتهم، ولذلك تراهم يتخبطوا. وثم الحملات المسعورة متاع الناس المأجورين ورملاء للخارج ولجهات المشبوهة لضرب الدولة التونسية، تحثوا اليوم عن القضايا المتعلقة بالأفارقة. نحن آثرنا على أنفسنا وقت الكوفيد، نوزع الأدوية ونوزع على الأفارقة، ونحن نرتز بانتمائنا الإفريقي، ولكن هم بطبيعة الحال تأويلهم اليوم هم يغيروا التركيبة الديموغرافية لتونس وترتيب، واخذوا فلوس كما اخذوا فلوس في عديد القطاعات الأخرى لضرب الدولة التونسية ولضرب الشعب التونسي.